الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من دخول أغلب العمال الأجانب غير الشرعيين إلى البلاد بتأشيرة سياحية، وقال مسؤول حكومي إن الوزارة شكلت فريق عمل لدراسة إمكانية تفعيل مذكرات التفاهم المتوقفة على نتائج سوق العمل، يتكون من عدد من رؤساء أقسام الدائرة بغية تنظيم دخول العمالة الأجنبية والاعتماد في ذلك على مسح عمل حقيقي يبين طبيعة العمالة المطلوبة. وأضاف المسؤول أنه تم التوجيه بضرورة وضع معايير وضوابط يجب توفيرها في العام المستقدم لضمان عدم دخول السيء منها والذي ينعكس سلبا على جوانب متعددة في البلاد. طالب قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنباري أحمد المحلاوي الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار وتأهيل المصانع الحكومية المتوقفة منذ الغزو الأمريكي في المناطق الغربية. وأضاف المحلاوي أن العديد من الشركات الاستثمارية أكدت استعدادها للاستثمار في المناطق الغربية الغنية بالمعادن، إلا أن الحكومة وهيئة الاستثمار المركزية لم تكونا جادتين بالاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة في المناطق الغربية على الرغم من استقرار الأوضاع الأمنية فيها. أعلنت جمعية مصارف لبنان عزمها تنفيذ إضراب مدته يومان ابتداء من الاثنين المقبل احتجاجا على ما تعتبره تدابير قضائية شعبوية. وقال مصدر مصرفي كبير لرويترز إن بنوك لبنان ستنظم إضرابا لمدة يومين، يأتي ذلك في أعقاب أوامر قضائية بتجميد أصول 7 بنوك في 3 إجراءات قانونية منفصلة منذ 14 من شهر آذار الحالي. هذا وقرر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي باسم نصر إتمام الحجز التنفيذي على خزانة وأموال الصناديق بنك لبنان والمهجر بلوم. بعد وقت قصير من إعلان موسكو عن صعوبات في الوفاء بمدفوعات ديون المستحقة عليها، خفضت وكالة ستاندرد أند بورز من تصنيف روسيا الانتمائي. وقالت الوكالة الأمريكية إن مشاكل المدفوعات الروسية ناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب الغزو لأوكرانيا. وأشارت الوكالة إلى أن التصريحات الصادرة عن وزارة المالية الروسية توحي بأن حكومتها لا تزال تحاول تحويل المدفوعات إلى حاملي السندات. يشار إلى أن العقوبات على روسيا قلصت من الاحتياطات المتاحة لموسكو من النقد الأجنبي وقيدت وصولها إلى النظام المالي العالمي. قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية المسؤولة عن وضع سياسة النقدية في الولايات المتحدة قررت رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018 بنسبة 0.25%. هذا فيما شكك البعض في قدرة البنك المركزي الأكبر في العالم على كبح جماح التضخم في البلاد وتجنب السقوط في فخ الركود. ومع تصاعد وتيرة العمليات في أوكرانيا انعكس ذلك بصورة سريعة على ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة في السوق الأمريكية، خاصة بعد اقتراب سعر النفط خام برنت من حاجز 140 دولارا للبرميل. أما الآن فانتقال سريع لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز بأمان الله.